السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من استاد الاهلي. مازال العمل مستمر داخل القلعه الحمراء، سواء بقى من الجزء الاداري او الجزء الفني. الجزء الاداري طبعا زي ما احنا عارفين وقدمنا من خلال نشره اخبار النادي الاهلي منذ قليل قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بالامس او في الصباح الباكر النهارده، يعني طبعا اتخذت بعض القرارات الهامه في اجتماع الامس. ان شاء الله كل التوفيق لمجلس الاداره واختيارات مهمه في الفتره القادمه والموافقه على بعض القرارات المهمه. ايضا استمرارا لجهود جهاز الكره، طبعا احنا عارفين النادي الاهلي خلاص وصل بالامس والنهارده اول تمرينه لفريقنا النهارده، وان شاء الله كل التوفيق لتمرينه فريقنا النهارده على ملعب طحنون بن محمد طبعا في نادي العين الاماراتي. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ اختار الملعب ده لانه قريب من فندق الاقامه. ملعب طبعا زي ما انتم شايفين شكله عامل ازاي، الارضيه عامله ازاي، طبعا اللعيبه بيستعدوا لمباراه السوبر بشكل جيد جدا، كلهم امل وطموح لتحقيق هذا او هذه البطوله، لان زي ما انتم عارفين كل واحد من اللاعبين دول عنده هدف في الحياه، تحقيق تاريخ زي ما احنا كنا بنتكلم كده. حسام عاشور مثلا عنده عدد من الالقاب كثيره، حسام غالي وكل اللاعبين اللي هم الكبار في النادي الاهلي دائما بيدوروا على الجزئيه دي، فبالتالي بتنتقل هذه الجزئيه الى اللاعبين المتواجدين حديثا في النادي الاهلي، سواء بقى وليد ازارو، عمرو بركات، المجموعه كلها اللي موجوده. طبعا عمرو بركات مش موجود، عمرو بركات طبعا كل التوفيق ليه. المجموعه اللي موجوده كلها في النادي الاهلي بما فيهم طبعا اللاعبين الصغار زي كريم ندفد ولاعبين احمد ياسر ريان وكل المجموعه اللي موجوده، فبالتالي كلهم عندهم هدف هو الحصول على هذه البطوله ويتحط في تاريخهم كلاعبين وايضا في تاريخ ودولاب بطولات النادي الاهلي بشكل كبير، فبالتالي ان شاء الله كلهم هدف، كلهم امل في هذه البطوله وطموح ان شاء الله في الحصول عليها. يعني اعتقد انها بطوله مهمه وان شاء الله الاستعداد فيها قوي بشكل كبير. فبالتالي النهارده اول تدريبات فريقنا على ملعب محمد بن طحنون الخاص بنادي العين الاماراتي. يمكن زي ما قلت لكم هو ده ملعب قريب من فندق الاقامه. طبعا كابتن زيزو المدير الرياضي وعضو لجنه الكره بالنادي الاهلي كان متواجد النهارده مع الفريق في تدريبه اليوم. طبعا كابتن زيزو واحد من النجوم الكبار في النادي الاهلي وكان واحد من الناس اللي كانوا دربوا فريق النادي الاهلي وخاض مع النادي الاهلي بطولات عديده من خلال تدريباته ومن خلال كمان وجوده كلاعب في النادي الاهلي. اكيد التحفيز اللي موجود من كابتن زيزو كالمدير الرياضي للنادي وخبراته الكبيره بينقلها للاعبين من خلال طبعا سواء بقى اجتماعات ممكن تكون جانبيه ما بينه وما بين اللاعبين او اجتماعات ممكن هتبقى مع الفريق بشكل مجمع، ولكن طبعا شيء مهم تاخد خبراتك من لاعب كبير ايضا زي كابتن زيزو ومسؤول حاليا طبعا كمدير رياضي وعضو لجنه الكره بالنادي الاهلي. ايضا الاجتماعات مستمره من خلال كابتن حسام البدري للاعبين. مش عايز اقول لكم قد ايه الاجتماعات دي بتفرق كتير في اللاعبين، بتفرق كتير قوي في الشكل اللي انت هتخش عليه في المباراه، لانك انت اولا سواء بقى اجتماعات ممكن تكون خاصه بالجزء النفسي او الجزء الفني بالنسبه للاعبين من خلال طبعا محاضرات عن الفريق الخصم، محاضرات لبعض الاخطاء اللي كانت موجوده بالنسبه لك في المباراه السابقه او المباريات السابقه، لكن بتفرق بشكل كبير جدا الاجتماعات الخاصه بالجهاز الفني والمدير الفني للاعبين وتعليماته وتحفيزه للاعبين في التوقيت ده. اعتقد ان جزء مهم جدا كابتن حسام البدري بيتعامل في هذه الجزئيه، ويمكن جلسه كان اجتمع بيها كابتن حسام البدري مع اللاعبين لمده 10 دقائق وهي بتبقى كافيه قوي بالمطلوب في الفترة القادمة من خلال كابتن حسام البدري للاعبين إن شاء الله وفي المباراة إن شاء الله القادمة. عايز أقول يعني جزء مهم جدا، أنت واخد دوري وكأس السنة اللي فاتت، فأنت بتحافظ على الدوري إن شاء الله السنة دي وبتحقق السوبر أيضا في بداية الموسم أهو إن شاء الله، فبالتالي دي حاجة جميلة جدا. عايز نروح سريعا لتقرير وجانب من تصريحات كابتن حسام البدري وأرجع أكمل مع حضراتكم ونطمن على فريقنا في الإمارات. الحمد لله، اكيد فوزنا في مباراه الزمالك كان مهم جدا، وزي ما نقول طبعا واكدت اهميه اللعيبه على الفوز وعلى الثلاث نقاط المهمين، لكن زي ما انت بتقول بالظبط يعني بمجرد ما ابتدينا النهارده ثاني يوم مباشره بعد المباراه كل تفكيرنا في مباراه السوبر، وصلنا هنا الامارات كل تركيزنا على المباراه المهمه اللي هي يعني مباراه بطوله ان شاء الله، وان شاء الله بتمنى من ربنا احنا نكون موفقين فيها ان شاء الله انا واللاعبين ان شاء الله وجاهز ان شاء الله. اكيد كل مباراه ليها ظروفها، لكن اكيد تفكيري في مباراه اخرى ما بيجيش الا لما اوصل لمرحله معينه
يمكن يعني بفضل الله يعني كنا موفقين امبارح، واما قربنا من نهايه المباراه بالفعل طبعا كان تغيير عبد الله السعيد مرتبط باشياء كثيره، مرتبط طبعا بتغيير في الملعب لصالح الفرقه، لان عبد الله ادى دوره بشكل مميز جدا في الشوط الاولاني، شفنا كان سبب من الاسباب طبعا في ضربه الجزاء كمان لعلي معلول، الباص اللي هو عمله بشكل مميز جدا وهو اللي نفس ضربه الجزاء، وغير كده طبعا برضو مواقف كتيره في الملعب امبارح هو وزملائه كان ليه اثر ايجابي. طبعا عبد الله لاعب مهم جدا، لكن بقول التغيير بتاعه خاص زي ما انت بتقول للتعامل مع المباراه، وفي نفس الوقت اما قربنا من الفوز امبارح طبعا كان في تفكير طبعا ان انا اريح عبد الله وتفكيرا في مباراه السوبر ان شاء الله. اكيد من النهارده بنفكر، ومن النهارده بفكر وانا جاي في الطياره بفكر وبنحضر، واللعيبه كلها مركزه ان شاء الله باذن الله، بس نبقى موفقين باذن الله، وتبقى ان شاء الله دي اول بطوله جماهير النادي الاهلي. بتمنى ان شاء الله ان تبقى اول بطوله في العام الجديد للنادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله. ان شاء الله تبقى اول بطوله في العام الجديد وكل الاهلاويه يبقوا سعداء، لان الاهلاويه فعلا الحمد لله يعني بيفخروا بناديهم، بيفخروا بتواجدهم وان هم بيشجعوه نتيجه الحصول على البطولات دائما وباستمرار والمكاسب اللي بيحققها الفريق، وان كان في بعض الامور ممكن تحصل نتيجه اخفاق في بعض المباريات، لكن احنا دايما في ظهر فريقنا باستمرار وعارفين قد ايه ان احنا فريق قوي، فريق ان شاء الله عندنا قدرات ولاعبين في منتهى القوه ان شاء الله بتحصد البطولات باستمرار. يا رب كل التوفيق لفريقنا في هذه المباراه. يمكن كابتن حسام البدري كان بيتكلم على تغيير عبد الله سعيد في التصريح بالنسبه لهذا التصريح، وان هو كان جزء منه تكتيكي وجزء منه برضه في نفس التوقيت انه يريح لعبد الله السعيد في المباراه القادمه، للمباراه القادمه مباراه المصري. لكن كل التوفيق ان شاء الله كابتن حسام البدري، وكل التوفيق للاعبين ان هم يبقوا في حاله بدنيه وفنيه عاليه في المباراه القادمه، زي ما احنا شفنا السنه اللي فاتت في كاس مصر فريق المصري فريق قوي، فريق صعب، عنده طموح كبيره بيساها بشكل كبير المدير الفني لفريق المصري كابتن حسام حسن في اللاعبين، فبالتالي المباراه مش هتبقى سهله، خصوصا اما بتلعب فريق المصري في الدوري الوضع بيبقى مختلف، شكل وطريقه اللعب بتبقى مختلفه غير لما بتلعبه في مباراه من او بطوله من مباراه واحده زي الكاس زي السوبر، الوضع بيبقى مختلف، الشكل والتكتيك نفسه بيبقى مختلف بالنسبه لفريق المصري، فبالتالي انت هتقابله ازاي؟ لازم تقابله بمنتهى القوه والعنف في المباراه، عنف طبعا مشروع زي ما احنا بنتكلم دايما في كره القدم. يمكن التمرين امام حضراتكم ابتدت ب 30 دقيقه تدريبات بدنيه، ويمكن التدريبات البدنيه كابتن حسام بدري فضل ان يريح اللاعبين امبارح قبل السفر بعد مباراه الزمالك، ما كانش فيه تمرين، كله راح على المطار على طول وسافروا، ما كانش فيه اي تدريب، فبالتالي دي عشان طبعا السفر بيبقى مهلك جدا للاعبين ومتعب جدا للاعبين حتى لو 45 دقيقه فقط، فبالتالي كابتن حسام بدري فضل ان يبقى فيه راحه للاعبين في هذا اليوم يوم السفر، ثم البدء التمرين النهارده، وابتدى طبعا ب 30 دقيقه تدريبات بدنيه، وانتوا عارفين طبعا اللي بيفرق مع فريق النادي الاهلي واللعيبه هو الجزء البدني، بيفرق كتير جدا جدا عن اي فريق تاني، فبالتالي احنا بنستفاد منه. طبعا كابتن انيس الشعلالي واحد من مخططي الاحمال المميزين وعاملين شغل كويس مع النادي الاهلي الصراحه في السنتين اللي فاتوا. طبعا بعض اللاعبين اللي لعبوا مباراه الاهلي والزمالك بشكل كامل في المباراه او 90 دقيقه، كابتن حسام البدري فكر او فضل ان هو يديهم زي ما بنقول تمرينه خفيفه، ما يبقاش فيها دوسه التمرينات البدنيه، هتفرق معاهم كتير، هم مش محتاجين البدني، هم محتاجين يعملوا الريفريش بتاعهم او الريكفري بتاعهم بشكل جيد، لكن ان شاء الله كل التوفيق ليهم وكله يبقى في حاله بدنيه وطبعا يبقى سليم ان شاء الله بشكل كبير. خليني اقول لكم ان كابتن ساره وحفيظ ايضا قبل ما اروح كابتن ساره وحفيظ لان هيبقى معانا تقرير ليه ان شاء الله لو كان جهز، حراسه المرمى زي ما احنا بنتكلم كده حراسه المرمى مهمه جدا، تالق محمد الشناوي ومعاه احمد عادل ومعاه شريف اكرامي وعودته سالما دي حاجه مميزه جدا. النهارده كان في تمرينه قويه لحراسه المرمى المكونه من الثلاثي احمد محمد الشناوي واحمد عادل وايضا شريف اكرامي، دي حاجه مميزه، الثلاثه لما يبقوا على مستوى عالي في تواجدهم اعتقد انها بتطمن كتير جدا الجهاز الفني وبتطمن جمهورنا. احمد الشناوي زي ما احنا شفناه كده ما شاء الله بقاله فتره يعني هو اتصاب ورجع تاني، لكن ما شاء الله لما رجع بقوه، رجع وهو ثابت على الارض بشكل كبير، رجليه ما شاء الله على الارض وعنده هدف، عنده ان هو يبقى متواجد بشكل قوي، عنده هدف ان هو يبقى موجود في منتخب مصر، يبقى متواجد مع منتخبنا الوطني ان شاء الله في كاس العالم، وده محتاج مجهود كبير جدا من محمد الشناوي. الفرصه
اعتقد في ظل وجوده في النادي الاهلي بتساعده كتير. وجود اي لاعب في النادي الاهلي ان هو يتالق ويبقى مميز بيساعد كتير قوي في التواجد في منتخب مصر. فاعتقد ان محمد الشناوي في القريب اتوقع ان شاء الله من يعني رايي الشخصي ان يبقى متواجد في المنتخب الوطني لو فضل على الاداء ده بشكل كبير. فبالتالي النهارده كان تجهيز مميز جدا من كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى لحراس المرمى النهارده بتمرينه قويه. خليني اقول لكم ان كابتن سيد حفيظ بيسمح لوسائل الاعلام بالتواجد في التمرين النهارده وتصوير التمرين زي ما احنا موجودين وقناه النادي الاهلي بتغطي، ولكن هو سمح لوسائل الاعلام الاخرى بالتواجد وتصوير التمرين لمده 20 دقيقه فقط، ثم غلق كل الكاميرات وخروج الصحفيين ووسائل الاعلام من الملعب. كابتن سيد حفيظ طبعا ده حاجه اعتقد بعد طلب وسائل الاعلام ان هم يخشوا، كابتن سيد قال لهم اتفضلوا مفيش مشكله لمده 20 دقيقه فقط ثم التفرغ للتمرين والتركيز في التمرين بشكل كبير. يعني ما عندناش غير ان احنا نستعد بشكل قوي من خلال التمرينات، من خلال التركيز، من خلال ان احنا نفكر في المباراه القادمه. الراحه تبقى مهمه جدا للاعبين الفتره اللي جايه، ده حاجه مهمه جدا. الكلام الكتير مع بعض من خلال اللاعبين والجهاز الفني واللاعبين والتحفيز على الحصول على البطوله اعتقد انها شيء مهم جدا. احنا دايما معاكم من خلال طبعا قناه الاهلي وتغطيتنا هتفضل مستمره ان شاء الله لغايه ان شاء الله يوم المباراه. نتمنى ان احنا نيجي هذا اليوم واحنا سعداء زي ما احنا كنا سعداء في لقاء القمه والفوز فيه، نبقى ان شاء الله سعداء بالحصول على البطوله ان شاء الله يوم الجمعه بامر الله من خلال اعتقد يعني هتبقى مباراه قويه. فبالتالي الاستعداد ان شاء الله قوي ايضا بالنسبه للاعبين والجهاز الفني. النهارده موضوع حلقتنا هيكون على الدور الاول، الدور الاول بكل اشكاله بظواهره اللي كانت موجوده. اعتقد احنا شفنا دور اول مميز جدا سواء بقى من النادي الاهلي او من الفرق الاخرى هنتكلم عليه، لان احنا شفنا محترفين بيتالقوا، شفنا بعض الظواهر اللي موجوده داخل الدور الاول، فرق بتنافس الفرق الكبيره بالرغم من صغر اسمها ولكن بتعمل مباريات جيده. كل ده هنتكلم عليه من خلال طبعا وجود نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن ماهر همام. هنتكلم عليه، احنا عارفين طبعا الدوري الممتاز السنه دي مشتعل بشكل كبير زي ما احنا شايفين. فريق الاسماعيلي مثلا رجع تاني للمقدمه بفوزه امبارح على فريق النصر 3-2 في مباراه كانت قويه جدا. فريق النصر بيتقدم ثم الاسماعيلي بيحرز 3 اهداف وبعد كده في نهايه المباراه بيحرز النصر الهدف الثاني، ولكن طبعا انتهت المباراه بفوز الاسماعيلي ويرجع تاني للمركز الاول فريق الاسماعيلي ولكن بفرق نقطه واحده عن بعيد عن النادي الاهلي بنقطه واحده. ولكن عايز اذكر حضراتكم النادي الاهلي لسه فاضل له مباراه مؤجله من الدور الاول مع فريق المقاولين. كل ده ان شاء الله لو حصلنا على هذه النقاط، النقاط 3 في هذه المباراه اعتقد ان احنا بنفرق عن فريق الاسماعيلي بنقطتين، وتبتدي هنا ان شاء الله ان انت تبقى زي ما تقول تركب جدول الدوري ان شاء الله ما تنزلش منه تاني. خلينا نروح بقى للكابتن سيد عبد الحفيظ ولقاء من الامارات، ثم ان شاء الله اروح لفاصل وارجع استقبل كابتن ماهر همام والحديث عن الظواهر الموجوده او كانت موجوده في الدور الاول.